بس خليني اروح مره تانية يا استاذ مصطفى. كنا قعدنا فتره طويله بنشتكي من عدم وجود مسلسلات تاريخيه. ثم فجاه السنه دي لقينا مسلسل رساله الامام حوله يعني التفاف كبير جدا من كل قطاعات المشاهدين. شايف ده ازاي؟ اولا في ميزه عظيمه جدا في رساله الامام طبعا غير خالد النبوي وكوكبه النجوم اللي معاه من مصر ومن كل وطن عربي. لكن في نموذج مهم جدا في الكتابه. انه انت عندك فريق كتابه، انت عندك 4 كتاب رئيسيين ومعاهم 3 مساعدين. وعندك ورشه كامله بتشتغل، ورشه سرد بتشتغل على الكاركترات. كاركتر كل شخصيه تتبني ازاي وتطورها ازاي جوه الدراما. عندك مراجعين، عندك مراجعين تاريخيين ومراجعين لغويين وغير كل ده غير مراجعه الدراما الأرض. يعني او الدواعي الدراميه لم تعبث بالوقائع. لا خالص، بالعكس، هو بنى دراما جزء رئيسي منها مبني على الوقائع التاريخيه واضاف دراميا. ده طبيعي. ده طبيعي. انا في الاخر انا مش مكتوب مثلا تفاصيل علاقه الشافعي بساع البريد مثلا، ما عندناش مصدر لده فبيضيف هنا الكاتب. ده طبيعي، انت لازم تضيف، لازم، وما فيش اي مسلسل عشان يكمل الحلقات طبعا. مش اي مسلسل تاريخي او تاريخي ديني زي رساله الامام الا لو كان فيه طبعا اضافات دراميه. ده طبيعي جدا جدا. بس السنه دي بقى انت اولا لما رامي اتكلم على فكره البرودكشن ديزاين جاء على طول قدامي رساله الامام. برضو ايضا في التصميم الانتاج او في صناعه الانتاج تميز هذا طبعا المسلسل. التصوير تيمور على فكره من الانماط المسلسلات الصعبه. الديكور عادل المغربي، الازياء فعلا الازياء يعني الاضاءه بتتكلم وعندك مخرج اصلا فاهم المنطقه دي كويس قوي، المخرج السوري ليس حاجه. فانت يعني انت عندك خلطه متكامله. ازاي شايف شركات الانتاج اللي بتتصدى لهذا النمط الصعب من الانتاج؟ هو طبعا احنا تعالى نتكلم على ما صنعته المتحده بشكل واضح. المتحده قدرت ان هي تسوق الصناعه في منطقه اكبر بكتير مما من قبل، من الفتره اللي قبلها. نسائت الصناعه في المنطقه دي ولقت مردود. يعني بدا في صرف انتاجي، بدأنا نستعين بالناس اكتر بتاعه السينما، وده يشجع الاستمرار طبعا، لانه في الاخر في مردود اعلاني. انت النهارده الدقيقه الاعلانيه بكام عندك؟ انت طبعا الاغلى عربيا، وده وبقى في اقبال عليه على المنصات ايضا. ما هو ده في الاخر احنا مش بنعمل منتج علشان نخسر، احنا بنعمل منتج علشان نكسب. فنكسب، احنا بنكسب اولا انه انا بعمل منتج جيد جدا، عندي جمهور ومتلقي بيستقبل منتجي استقبال رائع. الإعلان هيجيلي وده اللي حاصل.